أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة. الحقيقة أن مختلف دول العالم اهتمامها حاليا منصب على حاجة واحدة يمكن فقط، وهي جائحة فيروس كورونا، خاصة يمكن بعد عودة ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى، على الرغم من استمرار الدول في تلقيح مواطنيها باللقاحات المختلفة للفيروس. لكن خلوني أقول لحضراتكم أنه يبدو أن في شيء جديد هو ممكن نكون سمعنا عنه قبل كده سيسحب أنظار الجميع خلال الفترة القادمة، وهو إنفلونزا الطيور. الحقيقة أن الوضع في قارة آسيا تحديدا لا يبدو أنه على ما يرام. هناك قلق كبير خاصة في عودة ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور من جديد. التفاصيل بتقول أن الصين أبلغت عن 21 إصابة بشرية بسلالة H5N6 من إنفلونزا الطيور حتى الآن هذا العام، وهو أكثر من العدد الكلي للحالات المسجلة في عام 2020 بأكمله، وده بالتأكيد يعني بيعتبر معدل مثير للقلق. أيضا تلقت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عدة تقارير عن حالات حادة من تفشي إنفلونزا الطيور في أوروبا وآسيا في الأيام القليلة الماضية، في مؤشر على أن هذا الفيروس بينتشر بسرعة مرة أخرى. إذن كيف بيتم التعامل مع هذه الأوضاع في الدول التي ظهرت بها إصابات؟ الحقيقة أنه هذه التقارير بتقول أن انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى أدى إلى وضع قطاع تربية الدواجن في حالة تأهب، بعد أن أدت حالات تفشي سابقة إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور، وغالبا ما يؤدي تفشي المرض أيضا إلى فرض قيود تجارية. إذن ماذا عن اليابان؟ الحقيقة أنه منذ أيام قليلة أعلنت السلطات اليابانية عن اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في محافظة كاغوشيما، وهي الواقعة في جنوب غرب البلاد. قالت التقارير أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في هذه المحافظة أظهرت وجود سلالة H5 من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وأن السلطات اليابانية ستخدم حوالي 40,000 طائر في المزارع. أيضا منعت نقل الدواجن والبيض داخل منطقة قطرها 3 كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤر لهذا المرض. هل الظهور لهذه الحالات مقتصر فقط على بعض دول آسيا؟ الحقيقة أنه الإجابة لا، لأنه في أوروبا أيضا قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن النرويج أبلغت عن تفشي إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 في منطقة روجولاند في نحو 7,000 طائر، وبتحدث حالات التفشي بشكل عام في الخريف تحديدا، وبتنتشر عن طريق الطيور البرية المهاجرة. هذه كانت يعني كافة التفاصيل بشأن عودة تفشي إصابات خاصة بإنفلونزا الطيور. بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم كافة المستجدات، وبشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.